أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين بدأت في تنفيذ استراتيجيتها نحو تطبيق الاحتراف الرياضي والذي سيمهد الطريق نحو الارتقاء بالحركة الرياضية البحرينية وفقا لمقومات الاحتراف الرياضي وآثاره الإيجابية على الرياضة، مشيرا سموه إلى أن المملكة بدأت في اتخاذ أولى خطوات الاحتراف الرياضي من خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح أول جواز يحمل مهنة المحترف الرياضي للبطل العالمي في كمال الأجسام سامي الحداد. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لاستراتيجية مملكة البحرين لتطبيق الاحتراف الرياضي في المملكة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في سرعة تنفيذها وتطبيقها، وذلك لإيمان جلالة الملك بأهمية تطبيق الاحتراف وأثره المتميز على الرياضة البحرينية ونقلها إلى آفاق رحبة من التطور والنماء، مشيرا إلى أن الاحتراف الرياضي سيفتح لمنتسبي الحركة الرياضية في البحرين أبوابا رائعة من أجل التركيز على الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم وحصد المزيد من الإنجازات للمملكة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطل الحداد هو أول لاعب بحريني يمنح صفة الاحتراف، والباب ما زال مفتوحا لضم المزيد من اللاعبين في قائمة المحترفين. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد أعلن في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام عن منح البطل سامي الحداد صفة اللاعب المحترف، وكتب سموه في حسابه: البحرين تخطو خطوات مباركة بإذن الله بمنح الاعتراف بالتفرق الاحترافي وتمهين الرياضيين البحرينيين لأول مرة، ألف مبروك لأول مستلم البطل سامي الحداد، والإجراء سيتضمن جميع الرياضيين المحترفين. ونشر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حسابه أيضا صورة لجواز اللاعب سامي الحداد والذي تم تعريف مهنته لاعب كمال أجسام محترف.